لما تعينت وزير دفاع كان طبيعي لأي انتهازي، أي انتهازي بقى عايز يكسب ويبقى وزير الدفاع واختاروه يبقى وزير دفاع، لما يخش عليهم يقولهم ايه؟ ده انا معاكم، ده انا منكم، بس كنت مستخبي. لا والله انا قدمت لهم نفسي كالاتي كالاتي: انا مش اخوان ومش هبقى اخوان، وانا مش سلفي ومش هبقى سلفي، انا بقول الكلام دوت لاول مره بقوله لكم وبقول للمصريين. قلت انا مش اخوان ومش هبقى اخوان، ومش سلفي ومش هبقى سلفي، انا مسلم بس، انا انسان مسلم بس. طول ما الجيش المصري وشعب مصر موافق عليك، جيش مصر معاك. الجيش ده جيش وطني شريف، جيش وطني شريف بيمثل كل المصريين، لا هو جيش الإخوان ولا جيش السلفيين ولا حيكون، ده جيش مصري بس. أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لأجل تعرفوا أي حد في مكاني ما يعملش كده، لكن أنا بثق في ربنا كل واحد بياخد نصيبه، ومفيش أدم على أدم بتتحرك إلا بإذن الله، محدش هياخد نصيب حد. إذا كان عندك الثقة دي في الله مش في نفسك ما تخافش بس ما تتهورش، ما تخافش بس ما تتهورش. بس أنا بقدم لنفسي عشان يبقى عارف إن إحنا أنا جاي منين والمؤسسة دي أخبارها إيه، عشان هو يبقى عارف حدود التعامل بيننا وبين بعض. ما حدش يقول أبدا لرئيس الجمهورية في الوضع ده كده يا جماعة، محدش يقول كده، لكن احنا بنقول عشان انا مصري شريف، انا مصري شريف، لا اباع ولا اشترى.